عدنا تاني يا شباب تاني. ليه دي أهم حاجة؟ لأن إحنا كأطباء كيف نقيس استجابة أجزاء الجسم مختلفة، خاصة قلت أكتر حاجتين عندهم إكسيتابيلتي النيرف والمصر. صممنا تجربة لطيفة جدا، عاوز أقيس استجابة العصب بتاعك باستجابة العصب بتاعي. فالعجل أديك مؤثر دبل دايوبيز، ضعف الريوبيز، وأنا نفس المؤثر دبل دايوبيز، وأشوف مين فينا هيستجيب في زمن أقل. لو حضرتك استجبت في ثانيتين، أما أنا لما خدت نفس المؤثر استجبت في 5، يبقى 100% استجابتك أحسن. فهمت إزاي بنقيس الإكسيتابيلتي؟ بالكروناكسي. ده شورتر، ده كروناكسي اللي هيستجيب في تايم أقل، اللي هيدي استجابة أسرع في تايم أقل، هو اللي عنده هاير إكسيتابيلتي. طب نيجي نقطة هنا للفهم رائعة، إذا ما سمعتهاش بالعبد الله عمرك ما أنت فاهمها. طب ليه كل أجهزة الإكسيتابيلتي في المستشفيات وضبوها ما تديش أقل مؤثر اللي هو الريوبيز، إنما تدي دبل درابيز؟ يبقى الجهاز هيدي دبل درابيز، والطبيب هيقيس الزمن الكروناكسي اللي استجاب فيه النسيج. ليه الأجهزة بتدي دبل درابيز؟ ليه ما تديش الريوبيز؟ تعال نفكر. بص لي حضرتك، لو أنا عاوز أعمل استجابة للعضلة دي، أشوف استجابة العضلة دي بالمنطق، انت جاوبني، تفتكر احط الالكتروب بتاع الجهاز على الجلد، ولا اشيل الجلد واحطه دايركتلي على المصل؟ يعني انت مريض، قلت لك انا هشوف استجابه العضله بتاعتك، تحب احط الالكتروب استيميليت العضله من خلال الجلد، ولا اشيل الجلد واحطه على العضله دايركتلي؟ ايه اجابتك؟ ايه رايك حضرتك؟ طبعا من خلال الجلد. يعني ايه تشيل الجلد وتديني العضل؟ ده اختبار ايه ده؟ ده مستشفى ايه دي؟ لا، من خلال الجلد، اديني الاستيميليشن من خلال الجلد. طب مش الجلد ده ليه مقاومه؟ 100%. يبقى هياكل حته من المؤثر 100%. يبقى لو بدات بالريوبيز اللي هو اقل مؤثر، بالريوبيز اللي هو اقل مؤثر، اللي هيوصل اقل مؤثر يبقى مش كافي. This is why اتفق في العالم كله ان اجهزة الاستجابة ما تديش الريوبيز، لان لو بدأنا بالريوبيز واحنا هنعمل استيميليشن للنيرف والماسلز من خلال الجلد، ما حدش هيشيل الجلد، اللي هياكل جزء من المؤثر، لو بدأت باقل مؤثر هو الريوبيز، اللي هيوصل اقل ما فيش استجابة خالص، لان ده تريشن استيميلس. فصممت كل اجهزة الاستجابة في العالم تدي دبل درايوبيز، الجهاز يدي دبل درايوبيز، والطبيب اللي هو حضرتك يقيس الزمن. كروناكسي از التايم، اوعى تنساها اهو بصوتي جهوري. واتس كروناكسي؟ لما يسالك الشيف عاوزك تزعق له كده، كروناكسي از التايم، كروناكسي از التايم نيدد باي دبل درايوبيز. ذا شورتر ذا كروناكسي، كل ما الاستجابه كانت في زمن اقل، ذا هاير ذا اكسيتابيلتي. واحد من اهم الاسئله في الشفا والام اس كيو، يبقى كروناكسي في الطب is taken as a measure of excitability، هي الطريقه اللي بنقيس بيها الاكسيتابيلتي. الجهاز بيدي دبل درابيز، والطبيب يقيس الزمن اللي احتاجه دبل درابيز، ومن هذا الزمن يعرف الاكسيتابيلتي. الاستجابه السريعه معناها الاكسيتابيلتي عاليه، الاستجابه البطيئه معناها الاكسيتابيلتي قليله. ببتئس لما اقعد اسمع محاضر بيشرح للطلبه فاقد الشيء لا يعطيه، هو اساسا مش فاهم الكيرف ده بيعملوا بيه ايه، في قيمته ايه في المستشفيات والطب، ما اعرفش. جمل عمال يقراها مع الطلبه ويردد، وهي كده يا ابني دبل درابيز، هم كده، هي كروناكس دبل، مالكش دعوه، هي لازم يبقى دبل درابيز. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يو ار ويستنج يور تايم. لازم الطالب يبقى فاهم طب عشان يحبه. ده اول منحنى واول سؤال في السبعه بتوع النيرف. هيجي لنا العوامل اللي تؤثر في كفاءة المؤثر اللي هي 3، الريت والسترينث شدة المؤثر والديوريشن مدة المؤثر، وقلنا آخر عاملين ساعات يجوا لوحدهم هما السؤال النظري، سترينث ديوريشن كيرف. 5 جمل هعيدها في عجالة. الجملة الأولى في أي كيرف، في أي كيرف محجوزة تقول لي هتمثل إيه في مقابل إيه، ودي أول غلطة للزملاء.
ان هو اسمه strength duration، لكن انا ما بمثلش الstrength في مواجهه الديوريشن. بص اهو بمثل الstrength مش في مواجهه الديوريشن، الstrength في مواجهه المينيمال تايم نيدد تو اكسايت، واقنعتك بيها. لانه اتنين بيأثر، طب يبقى 100 3 و4 و5 هيأثر، ده كتر خير خير، انا هختار اقل حاجه اتنين، يبقى الstrength في مواجهه المينيمال تايم. بعد كده اربع بديهيات انتوا قلتوهم. المؤثر الاقوى يعطي استجابه في زمن قلت لي اقل، يبقى بديهي تبقى علاقه عكسيه ولا طرديه؟ عكسيه. يبقى المنحنى هابط في علم المنحنيات. فين الجمله بتاعت اللي هو قال within limits؟ وحتى دي بديهيه، لان 100% الجمله الثالثه في حد ادنى للشده لو نزلت عنه مفيش استيميليشن، وحد ادنى المده لو قلت عنها مفيش استيميليشن، زي المثال بتاع النار، صباعي فات النو تايم، مفيش اي نار وما حسيتش بيه، مررتها قصادك وما حصلش حاجه. فالجمله الثانيه في البديهيات الريو بيز، وقلت في الترمينولوجي بدرسك ترمينولوجي ريو، ده مره زميل فاضل افتكرها الاسم العالم اللي اكتشف الثريشولد. ريو بيز يعني معناها اقل كهرباء، ريو يعني كهرباء، ريو يعني كهرباء، ريو بيز اقل كهرباء، و100% اقل كهرباء تحتاج اطول مده وهي اليوتيلايزيشن تايم. ادي البديهيات الثانيه، زي ما في اقل شده في اقل مده، مينيمال تايم اللي هي التي دي. رابع جمله في الاربع بديهيات، زائد خد بالك زائد الجمله الاولى اللي هي بتمثل ايه اجينست ايه، يبقى خمس جمل بتمثل ايه اجينست ايه دي في اي منحنى، وبعدين اربع بديهيات اللي هي الكروناكسي. مش عاوز عبط، كروناكسي ما هياش دبل دريوبيز، كروناكسي از التايم، از التايم نيدد باي دبل دريوبيز. اجهزه الاستجابه في العالم تعطي دبل دريوبيز، ليه؟ لانها بتديها من خلال الجلد اللي هياكل جزء من المؤثر، فبقدرش ابتدي باقل شده والا مفيش حاجه لا يوصل يبقى غير كافي، فببتدي بدبل درابيز، يبقى الجهاز بيدي دبل درابيز. وحضرتك كطبيب بتقيس الزمن اللي احتاجه، كروناكسي از التايم، تايم نيدد باي دبل درابيز. ذا شورتر ذا كروناكسي ذا هاير ذا اكسيتابيلتي اوف ذا تيشو، اند كروناكسي از تيكن از ا ميجر اوف اكسيتابيلتي. يعني حتى في الشفوي اما يسالك هاو تو ميجر الاكسيتابيلتي ويكمل ما تسمعش، سد ودنك اوف ذا هارت اوف ذا ماسل اوف ذا اي حاجه، ادام قال هاو تو ميجر ذا اكسيتابيلتي مالكش دعوه ببقيه السؤال، الاجابه تبقى مستنيه لما يخلص هو. كروناكسي هيقول لك واتس كروناكسي؟ تايم اللي انا بقيسه كطبيب نيدد بايه؟ بالجهاز اللي بيدي دبل درايوبيز. ذا شورتر ذا كروناكسي ذا هاير ذا اكسيتابيلتي and chronaxy is taken as a measure of excitability. كان ده السؤال الاول يا شباب، اتعشم تبقوا فهمتوا. هو ده الشرح والا فلا. ننتقل لكهرباء النيرف، كهرباء النيرف. الكهرباء في النيرف مسرحية من ثلاثة فصول، الفصل الأول اللي هنقوله النهاردة، الفصل الثاني والثالث المحاضرة القادمة بإذن الله. الفصل الأول كهرباء الأعصاب أو أي خلية في الجسم، إنما أنا قلت أكتر حاجة هي الأعصاب والماسلز قبل إعطاء المؤثر، قبل في فترة الريست سموها resting membrane potential أو polarized state حالة الاستقطاب، وهفهمك ليه. كل الأنسجة في جسمك خاصة اللي أكثر في الاستجابة اللي هم عندهم كهرباء أحسن النيرف والمصل during rest، أدي وضع الأنسجة في الجسم إن الأوتر سيرفيس عليه positive charges أكثر وليس فقط، والنيجاتيف عليه الانر سيرفيس اسف عليه نيجاتيف اكثر وليس فقط، عليه نيجاتيف وبوزيتيف بس نيجاتيف اكثر. احنا عشان ما نلخبطكش بنرسم لك بره عليه بوزيتيف بس وجوه عليه نيجاتيف بس، وكثير من الناس يعملوها وفاهمين ان بره عليه بوزيتيف وهو بيشرح يقول لك بره عليه بوزيتيف وجوه عليه نيجاتيف، لا غلط، جوه بره عليه بوزيتيف اكثر وجوه عليه نيجاتيف اكثر،
مفيش حاجه فقط. والدليل كنت عاوز اقول لك حاجه, هو جوه فاكر في قلناها في الانترودكشن كان جوه في بوتاسيوم بوزيتيف جوه ومعاه كلها بحرف البي بروتين وفوسفات نيجاتيف, يبقى في بوزيتيف ونيجاتيف. وبره برضو في صوديوم بوزيتيف ومعاه كلورايد وبايكربونات نيجاتيف, يبقى فكره فقط دي اقول بره في بوزيتيف وجوه في نيجاتيف ده غلط, مش للاوائل. بره في بوزيتيف اكثر وبره في وجوه في نيجاتيف اكثر, فبقى في فرق جهد بوتنشال ديفرنس مقداره 90. التمييز مهم جدا, ملي فولت. يبقى المقدار هنا قد ايه يا شباب؟ 90 ملي فولت. 90 ملي فولت يبقى فرق جهد 90 ملي فولت. اتفق في العالم كله ان يكتبوها ناقص 90. عشان كده في الام اس كيو لو جاب لك 90 غلط, لازم تبقى ماينس 90 ملي فولت. الماينس 90 ملي فولت ده في احسن اعصاب اللي هو الاي الفا اللي غالبا بنشتغل عليها, لكن في الميديوم سايز نيرف تبقى ناقص 70. في كرات الدم الحمراء بتبقى ناقص 20. يعني الرقم ده مش ثابت في كل أنسجة الجسم, إنما اللي هنستخدمه لو ماينس 90 بتاع اللارج نير فايبرز. هتقولي في بعض الجامعات يتكلموا على الميديوم سايز, يا جماعة معظم الدنيا بتشتغل على اللارج نير فايبرز. عارف ليه؟ لأنها سهل تشريحها ونخرجها ونشتغل عليها, دي حاجات دقيقة جدا. منين صعبها روحنا؟ كل الناس بتشتغل على اللارج نير فايبر اللي هو ناقص 90, ده الرقم الأهم, لكن يبقى فاهمين الباقيين ناقص 70 وناقص 20. إيه فكرة ناقص دي؟ ليه بيقولوا ماينس 90 ملي فولت؟ ما بيقولوش ان في فرق جهد 90. كل حاجه نفهمها, احنا جايين نفهم مع بعض. لو انا قلت لك فرق الجهد ما بين بره وجوه, انت اول مره تسمع الموضوع. يا جماعه في فرق جهد ما بين الاوتر سيرفيس والانر سيرفيس مقداره 90 ملي فولت. طب كويس, يبقى انت عرفت ان في فرق جهد 90 في حاله اللارج فايبرز نيرف فايبرز, بس ما عرفتش مين عليه بوزيتيف ومين نيجاتيف. يبقى اديتك معلومه واحده ان في فرق 90. لكن لما اقول لك ان العالم كله اتفق ان يعبر عن فرق الجهد من وجهه نظر الانر سيرفيس, فعشان كده بيقول لك ماينس 90 ملي فولت, يبقى انا اديتك معلومتين, ان في فرق جهد 90 وان اللي جوه ينقص عن اللي بره 90, يبقى اللي جوه هو اللي عليه نيجاتيف. يبقى this potential difference is expressed in term of inner surface. اتفاق عالمي. وعلى فكرة اقول لك حاجة, زمان كانوا بيعبروا عنها من وجهة نظر الاوتر سيرفس, دلوقتي غيروها, قال لك لازم تقول فرق جهد 90 ومن وجهة نظر الانر سيرفس فلازم تقولها ماينس 90 ملي فولت. يبقى فهمت؟ يبقى الاشارة هنا معلومة. اما اقول لك 90 يبقى في فرق جوه 90, ماينس 90 يبقى الانر نيجاتيف والاوتر هو اللي عليه بوست. دي سواي في العالم كله لو قلتها 90 ملي فولت غلط, هيحسبوها لك غلط, ماينس 90 ملي فولت. وطبعا مش عاوز عبط, تمييز مهم, ملي فولت مش فولت. ما اقولها لك بطريقه ساخره عشان ما تنساهاش, لا يعقل ان الكهرباء في الجسم تبقى فولت. اتكهرب, ده لما بمسك بطاريه 12 فولت بتاعت العربيه بتكهرب, يبقى الكهرباء جوه جسمي 90 فولت. العبط, اوعى العبط ده ما بحبوش, في حاجتين ما بحبهمش, العبط وقله النظام. فرق الجهد للاوائل ماينس 90 ملي فولت, الفولت 1000 ملي فولت. مش معقول يبقى في الجسم الكهرباء 90 فولت, كنت تمشي ترتعش. ده ريستنج ميموري بوتنش. طب واحد يقول لي فهمنا اكتر, هما ليه سموها بولارايز ستيت, حالة استقطاب؟ لأن اللي حصل إن الأوتر سيرفيس استقطب أكثر البوزيتيف تشارجز, عليه بوزيتيف أكثر, والإنر استقطب أكثر نيجاتيف تشارجز, فعشان كده سموها حالة الاستقطاب بولاريز ستيت. زي أنا دخلت محاضرة لقيت ولد لامم ملابمة حواليه ولد آخر لامم مجموعة أخرى, فقلت اسمعوا يا جماعة أنا ما بحبش استقطاب, مش كل واحد يلم أصحابه, مش عاوز هذا الاستقطاب. طب ما هنا ده اللي حصل, الاوتر استقطب اكثر البوزيتيف والانر استقطب اكثر النيجاتيف, فعشان كده سموها ريستنج ميمبرين بوتنشال او بولارايزد ستيت.
يعني شايف عاوزك كل كلمة تبقى بتقراها مستقرة في ذهنك كده، فاهمها مستقرة، فاهمها عايشها مش أي حاجة. وبرضه أقول لك جملة، مفيش حاجة عندنا مطلقة في هذا الكون غير الخالق سبحانه وتعالى. الخالق هو المطلق الوحيد في عالمنا هذا، ودي أهو أول دليل بسيغه إن الأوتر معلهوش بوزيتيف فقط، بوزيتيف أكثر، والإنر عليه نيجاتيف أكثر. مفيش عندنا حقائق مطلقة كده. المطلق الوحيد في عالمنا هذا هو الخالق سبحان الله. طيب نتكلم على ريستنج ممبر بوتنشال، هيسألك في الشافوي ديفينيشن. أنا بقولها بطريقة لطيفة جدا. أنت عارف المثل بيقول لك من دقنه وفتله؟ هو سألك ما هو تعريف الريستنج ممبر بوتنشال. إيه رأيك قول له نفس الكلمة اللي قالها هو هو بس بالعكس، هو قال لك تعريف الريستنج ممبر بوتنشال. فأنت قول له إيتيد ذا بوتنشال of the membrane during rest. هاي يا بابا عظيم في الشفوي، مع انك انت قلت اللي قاله بس معكوس. ايه تعريف الريستنج membrane potential؟ عكستها له، potential of the membrane during rest. مش احلى من كده. نفس الكلام لما نيجي الارتيريال بلاد بريشر في السيركوليشن، ايه تعريف الارتيريال بلاد بريشر؟ اعكسها، بريشر اوف بلاد اون ارتري. هاي يا بابا، ده هو اللي قالها. النقطه الثانيه الميجرمنت، نقيسها ازاي؟ بنحط 2 مايكرو الكترودز، واحد بره واحد جوه، عشان عايزين نجيب فرق الجهد من بره وجوه، ونجيب فولت ميتر مقياس للفولت. يبقى سهل مش صعبه، الكترود واحد بره واحد جوه، مايكرو ان العصب ده صغير قوي، وبعدين نحط كمان فولت ميتر. نيجي السؤال الثاني في النيرف، وهو الكوزس of resting membrane potential. نظري مهم، والسؤال في رقم 2 اهو، عشان قلت هم 7 اسئله. يعني ليه بره في بوزيتيف وجوه في نيجاتيف؟ ذلك يعزى لسببين. السبب الاول سيلكتيف بيرميابيليتي، ثم بطريقتي سيلكتيف بيرميابيليتي النفاذيه الاختياريه، ثم سيلكتيف بيرميابيليتي، ثم صوديوم بوتاسيوم بامب. واحد يقول لي طب ليه انت ركزت على السيلكتيف بريميابيلتي؟ لان من الناقص 90 ده السيلكتيف بريميابيلتي مسؤوله عن ناقص 86 ملي فولت، يعني المعظم، ودي باسيف، باسيف مش عاوزه طاقه، ديفيوجن زي ما قلنا امبارح باذن الله في الانترودكشن، باسيف مش عاوزه اي تي بي. بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب مسؤوله عن ماينس 4 ملي فولت بس واكتف. ثانك جاد، لازم الواحد يشكر ويحمد الله طول النهار ان معظم الكهرباء دي مش دافعين فيها فلوس. 86 من ال 90 باسيف سيلكتيف بريميابيلتي، والصوديوم بوتاسيوم بامب ناقص 4 ومن اسمه بامب بامب يبقى اكتف. هنا انا هانهي بشرح السيلكتيف بريميابيلتي والصوديوم بوتاسيوم بامب، وما عشقت مثل عشق للنظام. فكل واحده اشرحها في 3 نقاط، سيلكتيف بريميابيلتي، هشرح الاينز والشانلز، ثم اجمعهم في نقطه واحده موفمنتس اوف اينز فيا اور اكروس شانلز. يعني الاول اقول الايونات اللي موجوده بره وجوه العصب، وبعدين الشانلز اللي هتحرك فيها، وبعدين اقول ازاي الاينز هتحرك في الشانلز، فبالتالي بقى بوزيتيف اكتر بره من جوه. يبقى 3 نقط، ومثلهم في الصوديوم بوتاسيوم بامب لما نجيله هنتكلم على الصوديوم بامب لوحده والبوتاسيوم بامب لوحده، وبعدين نجمعهم صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى شايف النظام، المذاكره فن، التحصيل فن اخر. الدياجرامز دي حصاد السنين، لانك انت بتقعد كده ان اغمضت العين رايتها خلف الجفون. كان قصيده حب كتبتها لاحدى زميلاتي اند اندد اب وي جوت ماريد، كنت بكتب شعر كويس، بتكلم كويس، بعد كده اكتشفت اني بتكلم كويس، شيز اوكي، يعني ده دعابة. يبقى هنتكلم على الاينز شانلز وموفمنتس اوف اينز اكروس شانلز، 3 نقط، والصوديوم بوتاسيوم بامب 3 نقط، صوديوم بامب لوحده، بوتاسيوم بامب لوحده، صوديوم بوتاسيوم بامب. ابتدي نتكلم على السيلكتيف بيرميابيلتي، الاينز دي خدناها في البارحة في الانترودكشن،
توزيع الاينز بره وجوه. كنا قلنا اللي جوه مين يذكرني انا ناسي، يبتدوا بحرف حرف البي لو كتبتهم بالانجليش، بو 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 بوتاسيوم بوزيتيف، بروتين وفوسفات، فوسفات بالبي، بي اتش نيجاتيف. طب واللي بره ما فهمش حرف البي، صوديوم بوزيتيف ومعاه كلورايد وبايكربونات نيجاتيف. بس هنا النهارده هنضيف نقطه، ان اللي احنا قلتها لك مفيش حاجه مطلقه في عالمنا هذا. جوه اكتر بوتاسيوم وبروتين وفوسفات، اكتر اكتر مش فقط، البوتاسيوم والبروتين والفوسفات موجودين برضو بره بس اكتر جوه. لا يوجد مطلق في عالمنا هذا ان شاء الله. والدليل ان بيقولوا ان البوتاسيوم جوه قد بره 35 مره، دي اللي زودناها النهارده، هتلاقيها في الصفحه اللي بعدها اللي هي اخر صفحه هختتم بيها باذن الله. يبقى معناها هي بره وجوه بس جوه اكتر 35 مره. طب وبره مين اكثر؟ اكثر مش فقط صوديوم وكلورايد وبايكربونات. والدليل بيقول لك الصوديوم بره اكثر مش فقط بره 10 مرات عن جوه. يبقى ده توزيع الاينز. طب نيجي للتشانلز، التشانل اللي هيتحرك فيها الاينات دي اسمها طويل شويه، انور ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. يبقى فين الكلمة المهمة؟ بوتاسيوم شانلز. يعني ايه؟ يعني بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم 20 ل 100 مرة. وعشان كده هي دي فكرة العنوان، سيلكتيف بيرميابيليتي، النفاذية الاختيارية، ان الشانلز سيلكت اختارت البوتاسيوم، بتفوته 20 ل 100 مرة قد الصوديوم، عشان كده سموها بوتاسيوم شانلز. اما ليه سموها انورد ريكتيفاينج؟ ريكتيفاينج من كلمه ريكتم يعني مستقيم، يعني بتفوت في اتجاه واحد، يعني البوتاسيوم بيخرج لبره، عمال يخرج لبره، عشان كده سموها ريكتيفاينج. واحد يقول لي بس انت قلت انورد ريكتيفاينج، يعني ما قلتش اوتورد ريكتيفاينج. حتى دي هشرحها بس في اوانيها لما اشرح الاكشن بوتنشال. ليه سموها انورد ريكتيفاينج؟ لان ما لا يعلم الزملاء ان التشانل دي وتو تشانلز تانيين حازوا فيها جائزه نوبل في الفيزيكس، هودجكن وهاكسلي. يعني التشانلز دي اللي فسرت النيرف تماما، هودجكن وهاكسلي هم اللي تحدثوا عنها. وفاكر في اول مره كنت في امريكا ورجعت ادي محاضرات في مصرنا العزيزه، ما كانش في فكره عن التشانلز دي، بس كانت خلاص اكتشفت هنا. وانا احب لبلادنا العربية ومصرنا ان احنا نبقى مواكبين، فشرحت هذا الكلام التشانلز دي. حتى الطلبة راحوا لرئيس القسم يعني اشتكوني انه بيقول حاجات مش موجودة، خلاص بقت موجودة النهاردة بتدرس في كل الدنيا. فاللي عمل ده هودجكن وهاكسلي، معلكش كلام دي فقر المعلومات العامة، حاز فيها جائزة نوبل في التشانل دي. ليه سموها انورد مع ان البوتاسيوم جوه اكتر وهيخرج؟ دي هنقولها في اوانيها، حتى دي هقولها لك بس مش دلوقتي. يبقى ده السيلكتيف بيرميابيلتي. يبقى تاني نقولها مع بعض، الاينز انت قولها بقى، اللي جوه يبتدوا بحرف ايه؟ انا سمعت البي، بوتاسيوم، بروتين، فوسفيت. مين اهم واحده هتهتم بيه؟ البوتاسيوم. جوه قد بره 35 مره. طب وبره ما فيهمش حرف البي؟ هتكتبهم صوديوم كلورايد وبايكربونات، وتقول ان الصوديوم بره قد جوه 10 مرات. ثم تشانلز اربع كلمات في الاسم، اهم كلمتين في الاخر بوتاسيوم شانل، لان كده هي دي فكره العنوان. ليه انت حطيت عنوان سيلكتيف بريمابيلتي؟ لان تشانلز بوتاسيوم شانلز، بتسلكت البوتاسيوم، بتحب البوتاسيوم، بتفوته 20 ل 100 مره قد الصوديوم، وشرحتها امبارح ليه. مع ان البوتاسيوم في جدول مندليف اكبر، لكن حمولة المية بتاعته اصغر من الصوديوم، لان احنا قلنا الايونات في جسمنا كلها مش موجودة كده زي جدول مندليف، حواليها شيلو فوتو يسموها هيدريتد اينز. فالهيدريتد بوتاسيوم اصغر من الهيدريتد صوديوم، لكن في جدول مندليف العكس. احنا يهمنا اللي في الجسم، الهيدريتد بوتاسيوم اصغر، واحنا قلنا الموليكول ويت ده مهم. فعشان كده بتفوتها 20 الى 100 مرة. طب ريكتيفاينج يعني ايه؟ يعني في اتجاه واحد مستقيم. كان المفروض يسموها اوتو ريكتيفاينج، لكن سموها انور ريكتيفاينج، وهنفهمها في اوانيها.
تعال بقى الصفحة الأخيرة. سيلكتيف بيرميابيليتي، هنتكلم بقى على نقطة اللي هي حركة الأينز من خلال الشانلز. حركة الأينز من خلال الشانلز. فالبوتاسيوم لأنه جوه أكتر 35 مرة، شوف الصوديوم أهو 10 مرات، بس الشانلز اختارت مين؟ العنوان سيلكتيف. افهم، مش نحفظ، احنا مش كتاب. سيلكتيف يعني هي سيلكت من كل الأيونات دي البوتاسيوم، عشان كده كاتب لك الصوديوم معلومة ان هو بره أكتر 10 مرات بس شطبها لك، مش هو ده المهم. المهم هو البوتاسيوم. فالبوتاسيوم لأنه جوه أكتر 35 مرة هيخرج بقوة اسمها concentration gradient، بس وصل اللي احنا عاوزينه. لما البوتاسيوم البوزيتيف خرج لبره فبقى بره عليه بوزيتيف اكثر. يعني عاوزك تتخيل حاجة طفولية خالص، قبل ما يتحرك البوتاسيوم الحركة دي تخيل كان عدد الصوديوم البوزيتيف اللي بره مواكب مساوي للكلورايد والبايكربونيت النيجاتيف قد بعض. فلما خرج شوية بوتاسيوم بوزيتيف لبره كمية البوزيتيف بره حصل لها ايه بقى؟ زادت. ولطالب اذكى وكان جوه برضو البوتاسيوم قد النيجاتيف، فلما خرج شوية بوتاسيوم بقى النيجاتيف جوه اكتر. يعني الحركة دي عملت الاتنين، خلت بره مور بوزيتيف وجوه مور نيجاتيف. يبقى اما خرج البوتاسيوم البوزيتيف بره بقى بره مور بوزيتيف وجوه مور نيجاتيف. طيب وبعدين؟ قال لك بعد شويه هيقعد الى اي مدى يتدفق البوتاسيوم؟ قال لك لا، البوتاسيوم اللي بيخرج بره ده بوزيتيف رايح ناحيه بوزيتيف، يبقى الالكتريكال هيحصل ريبالشن، يبقى الالكتريكال جريدينت عاوزه تدخله، يبقى يوجد قوتان تتنازع حركه البوتاسيوم لانه جوه اكتر 35 مره، ففرق التركيز بيقول له انت جوه اكتر اخرج بالكونسنتريشن جريدينت. لما بقى بره بوزيتيف الالكتريكال جريدينت قال له بوزيتيف، وبره بقى بوزيتيف ما تجيش، ارجع تاني الالكتريكال جريدينت. يبقى يوجد قوتان تتنازع حركه البوتاسيوم، الكونسنتريشن جريدينت عاوز يخرجه والالكتريكال جريدينت عاوز يدخله. السؤال وحضرتك اللي هتجاوب، متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ انا سمعتك، عندما تتساوى القوتان 100%. البوتاسيوم عاوز يخرج لانه جوه اكتر بالكونسنتريشن، بره بقى بوزيتيف، فالبوزيتيف هيدخل البوزيتيف تاني يعمل له ريبالشن، عاوز يدخل بالالكتريكال. امتى يقف حركه البوتاسيوم؟ عندما تتساوى القوتان. عند انهي فرق جهد؟ عند انهي، لما فرق الجهد يبقى كام؟ يبقى كام ما بين بره وجوه؟ تتساوى القوتان وتتوقف حركة البوتاسيوم. واحد بس في عالمنا هذا جاوب هذا السؤال، قال لنا فرق الجهد اللي هيقف عنده حركة البوتاسيوم، حط إكويجن اسمها نيرنست إكويجن. نيرنست مرة دخلت أسلم على زميل هنا أمريكاني فبيدعبني، فقال لي أم إيرنست نوت نيرنست، عشان عارف إن أنا في دماغي النيرنست لغلط فيه، فقال لي انا اسمي ايرنست مش نيرنست. نيرنست اكويجن هو قدر يوصل للبوتنشال فرق الجهد اللي هيحصل عنده ايكوليبريم، يعني توازن القوتان سوف يصبح متساويتان، وسماها حتى الايكوليبريم بوتنشال، يعني الكهرباء اللي عندها يحصل توازن. وكتير منكم اول مره هياخد باله ان في الانجليزيه كلمه ايكوليبريم جاية من كلمة equal equilibrium، يعني حاجة هيتساوى عندها حاجتين، ده معنى equilibrium. فهو قدر يحسب لنا، قال لنا أنا هديكم معادلة تقدروا تعرفوا منها البوتنشال الكهرباء اللي عندها تتساوى القوتين، وبالتالي سماها equilibrium potential. إيه المعادلة دي بقى؟ دي تحفظها صم. minus 61 ده ثابت، لوج يعني لوغاريت تركيز الاين جوه انسايد على الكونسنتريشن اوف اين اوتسايد، دي المعادله تبقى حافظها صم. فاي اين بتتنازعه قوه تتنازعه
قوتان. عاوز تعرف امتى هيوقف حركة الاين تتحط المعادلة دي، ناقص 61 لوج تركيز الاين جوه على تركيزه برا. طبعا ما لا يعلمه عدد من الزملاء ان لو بدل نيجاتيف 61 كتبتها بلس دول يتعكسوا وتقعد معادلة صح زي 100%، يبقى الاوتسايد على الانسايد، بس ما تقولهمش كام ده عشان ما تلخبطهمش، خليها لهم زي ما هم عارفينها كده، ماينس 61 لوج الانسايد على الاوتسايد، انسايد على الاوتسايد. طبق لي بقى المعادله دي على البوتاسيوم، تعال شوف عند انهي فرق جهد هتقف حركه البوتاسيوم اللي هو الايكوليبريم، امتى يحصل اللي هيبقوا الاثنين ايكوال فيسموها ايكوليبريم بوتنشال بوتاسيوم. ماينس 61 احنا قلنا تركيز البوتاسيوم انسايد كام؟ 35. 35 على 1 لو حليت المعادله دي هيطلع فرق الجهد اللي هيوقف عنده حركه البوتاسيوم ناقص 94 ملي فولت، ماينس 94 ملي فولت. لو طبقت المعادله دي على الصوديوم اللي هو مش لاعب رئيسي هنا، الايكوليبريم تنشن بتاع الصوديوم ماينس 61، الانسايد الصوديوم قليل قوي جوه واحد انما بره كتير 10 اهي، هتطلع بلس 61 ملي فولت. طيب بص للرقمين دول، احنا فرق الجهد عندنا قلنا ناقص 90، لو طبقت معدل البوتاسيوم بيطلع فرق الجهد ناقص 6 ناقص 94، الصوديوم بيطلع خد بالك بلس 61، يعني كان هيخلي جوه مور بوزيتيف، لان الصوديوم لما هيدخل وهو بوزيتيف جوه مور بوزيتيف، عشان كده خليها بلس 61. يبقى انهي رقم قريب من البولايز ستيت؟ الرقم بتاع مين؟ انا سامع بتاع البوتاسيوم. يبقى قيمه نيرنست ان هو اثبت للعالم كله ان مين الايون المسؤول عن البولارايز ستيت اساسا، يطبق المعادله على البوتاسيوم وطبقها على اللاعب الثاني الصوديوم، لقى ان رقم البوتاسيوم بيطلع قريب للحقيقه، رقم الصوديوم مش بعيد، مش هو بعيد لانه 61 بعيد كل البعد، لانه كان هيعكس، ده كان هيخلي جوه مور بوزيتيف، احنا عندنا جوه مور نيجاتيف، هيطلع بلس 61. يبقى ما اهميه نيرنست اللي هو بيطبق المعادله بتاعته على 1 اين ات تايم، اهو ده سؤال في الام اس كيو 1 اين ات تايم، اهميته ان هو اللي اثبت للعالم كله ان المسؤول عن هذا البولايز ستيت هو البوتاسيوم مش الصوديوم. قلت يا شباب في السايكولوجي اوف تيتشنج الصوت مهم جدا، هقولها لك اند يو ويل نيفر فورجيت ذا ريست اوف يور لايف. مين المسؤول عن البولارايز ستيت؟ البوتاسيوم، اوعى تنساها. اكمل لك الاهميه الكلينيكيه، لما يجيب لك سؤال الريستنج ميمبرين بوتنشال هو البولارايز ستيت، مين اكتر اين يغيره؟ ما تقراش السؤال، ما تقراش الاربعه اين، البوتاسيوم هو اكتر حاجه تاثر في البولارايز ستيت. عشان كده قلنا كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل، ده بيغير الكهرباء الاساسيه للجسم، قلنا لازم امبارح يبقى اقل من 5.5، 5 يبقى 4.5، لو وصل 11 قلبك هيقف في حاله انبساط، ده ستول. ده واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو اللي اثبت ان البوتاسيوم هو المسؤول الاساسي عن البولارايز ستيت. اوعى تنساها، بالسمع اهو الطلبه بيقولوا لي في الامتحان بنسمع صوتك، اللي مسؤول عن البولارايز ستيت هو البوتاسيوم، هو نيرنست، الرقم بتاعه قريب جدا. السؤال الثاني، طب هو ايه الرقم؟ احنا انت قلت لنا السلكتيف بيرميابيليتي مسؤوله عن ناقص 86، مين عرف ان السلكتيف بيرميابيليتي مسؤوله عن ناقص 86؟ مين جاب الرقم ده؟ الاجابه، اسمع كل كلمه لها معنى، أنا قلت البوتاسيوم هو اللاعب الأساسي وليس اللاعب الوحيد، لأنه في أيونات تانية جوه، في بوتاسيوم بروتين وفوسفيت، وبره في صوديوم وكلورايد وبايكربونات. ولو أنت عندك قوة ملاحظة، أنا قلت الشانل دي بتفوت البوتاسيوم فقط ولا البوتاسيوم أكتر من الصوديوم 20-100 مرة؟ ايه رايك؟ انا جمله انا قلتها بارجع كده في الفيديو اسمعه تاني، انت قلت بيفوت البوتاسيوم اكثر من الصوديوم 20-100 مره، يعني اذا كل الايونات بتفوت، بس في
سيلكشن، في تميز، التميز للبوتاسيوم لكن مش فقط للبوتاسيوم، الشامل بيفوت كله بس اكتر حاجه بتفوتها البوتاسيوم. يبقى 100% العوامل الثانيه بتتضافر وبتعمل حاجه، حاجه بسيطه بس بتعمل. فعشان كده ما ينفعش نيرنست ايكويشن، مش هي اللي طلعت لنا رقم ناقص 86، دي اثبت لنا حاجه واحده، ان لما بناخد لاعب لاعب فهمنا مين اللاعب اللي بيطلع الرقم الاقرب للحقيقه، البوتاسيوم. فقلنا البولار ستيت اساسا بالبوتاسيوم. جه واحد تاني عمل معادله، معلكش بقى انها طويله قوي قوي، خد في الاعتبار مش ايون ايون، لا لا بص ده سؤال مسكين مهم جدا، خد في الاعتبار اول اينز، كل الايونات، وكمان البرميابيليتي يعني بتفوت مين اكتر من مين، البوتاسيوم 20 100 مره قد الصوديوم. يبقى معادله معقده جدا جدا جدا، لانها ما بتاخدش في الاعتبار وان اين بس، اول اينز والنفاذيه، اللي عملها واحد اسمه جولدمان. وعشان اسهل لك في الحفظ، من الاسماء تقدر تعرف الانتماء، الاسماء تعلن عن الانتماء. يعني قول لي اسم واحد اقدر اقول لك اه الاسم ده عربي، الاسم ده اوروبي، ان سو اون. في اليهود ما فيش حد في الدنيا يسمي مان غير اليهود، وايز مان، عزر مان، وما فيش حد يسمي جولد ذهب وسيلفر غير اليهود. يعني ما تقابل واحد في الشارع ويقول لك اسمي فيه جولد او اسمي فيه مان يبقى ده يهودي، ده بقى يهودي ابن يهودي، جولد مان. هو طبعا ده اسم واحد مش ده اسم ابوه، جولد مان يعني الاسم ينطق بيهوديته. حكيت القصه دي كمعلومات عامه، وعشان ما تنساش كان مين اللي عمل المعادله المعقده، اليهودي، كان اسمه جولد مان. جولد مان ده اللي طلع لما حطوا كل الايونات كل اللاعبين والبرميابيليتي، طلع ان السيلكت برميابيليتي لما كلهم يلعبوا مع بعض تطلع ناقص 86، دي اللي عملها جولد مان. لكن يبقى جولد مان هو اللي عرفنا ناقص 86، انما نيرنس هو اللي عرفنا مين اهم لاعب، لما خدناهم لاعب لاعب اين كل واحد لوحده، مين اللي طلع الرقم الاقرب للحقيقه؟ البوتاسيوم. يبقى تفهم قيمه المعادلات، هنا عاوزين الناس تفهم، مش بنحفظ مش كتاب، ده النيرنست. ننتقل للعامل الثاني وهو صوديوم بوتاسيوم بامب، اللي هو اكتف بامب ومسؤول فقط عن ناقص 4 ملي فولت، لما تجمعهم بيبقى 90. كل نقطه من دي باللون الاحمر وبغيرها حتى عباره عن سؤال ام اس كيو، مليانه الحته دي، ده الكهرباء الاساسيه في الجسم، صفحه اساسيه في فهم الفسيولوجي. صوديوم بوتاسيوم بامب، هنتكلم قلنا على الصوديوم بامب لوحده والبوتاسيوم بامب لوحده وبعدين الصوديوم بوتاسيوم بامب. طيب اي دي دي بتمثل اوتسايد ودي بتمثل انسايد، الصوديوم بره اكتر من جوه 10 مرات. احنا الصوديوم اللي هيدخل ربنا عاوز يرجعه في مكانه، ربنا عاوز الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. فالصوديوم اللي هيغلط ويدخل لان التشانل بتفوته هيرجع تاني بس بالبامب، وهتفهم ليه بالبامب. الصوديوم بره قد جوه 10 مرات، يبقى الصوديوم اللي دخل هيرجع تاني، يبقى هيرجع كده اجينست كونسنتريشن جريدينت، هو بره كتير، اللي دخل هرجعه تاني يبقى اجينست كونسنتريشن جريدينت، وبره في بوزيتيف وهو بوزيتيف يبقى اجينست الكتريكال جريدينت. يبقى الصوديوم بامب بيحدث اجينست تو جريدينتس، الصوديوم اللي هيغلط ويغير مكانه ويدخل جوه لازم عشان ما نغيرش التركيب الايوني في الجسم ربنا هيرجعه تاني. طب هو بره اكتر ودخل شويه منه هنرجعه تاني اجينست كونسنتريشن، وبره في بوزيتيف تشارجز هو بوزيتيف يبقى اجينست الكتريكال. يبقى الصوديوم بامب واحد من اهم المعلومات في الطب، اجينست تو جريدينتس. وبقولها رقم السعد في الصوديوم هو رقم 2، افتكرها المحاضره الجايه. التشانلز بتاعت الصوديوم فيها 2 جريدز، يبقى اي حاجه في الصوديوم تقول 2، البامب اجينست 2 جريدز والتشانلز بتاعته فيها 2 جريدز. طب نتكلم عن البوتاسيوم بامب، البوتاسيوم بالعكس جوه اكتر 35 مره من بره، هنا بره هنا بره جوه اكتر 35، البوتاسيوم اللي غلط ودخل هنرجعه تاني هنعمل له بامب. يبقى البوتاسيوم اللي غلط ودخل واسف وخرج، البوتاسيوم اللي غلط وخرج عاوز ارجعه تاني جوه،
يبقى against concentration إنه جوه أكتر 35 مرة يبقى against concentration gradient. بس البوتاسيوم positive وجوه negative يبقى مش against electrical gradient. يبقى البوتاسيوم جوه 35 مرة قد برة. شو الصغارين اللي دخل اللي خرجوا برة لازم نرجعهم مكانهم. يبقى against concentration gradient. بس البوتاسيوم positive وجوه negative يبقى مش against electrical. يبقى against concentration gradient بس. يبقى البوتاسيوم بامب اجينست 1 جريدين بس ورقم السعد البوتاسيوم 1. لما اجي المحاضره القادمه باذن الله هلاقي انه عنده الشانل بتاعته 1 جيت فقط. اتكلمنا على الصوديوم بامب تقول انه اجينست 2 جريدينتس كونسنتريشن والكتريكال. الصوديوم اللي هو قلنا بيبقى بره اكتر 10 مرات من جوه. الشويه الصغيرين دخلوا نرجعهم تاني اجينست كونسنتريشن وبره بوزيتيف والصوديوم بوزيتيف اجينست الكتريكال. انما البوتاسيوم بالعكس جوه 35 مره قد بره. فالشويه اللي دلتوا خرجوا بره هنرجعهم تاني جوه اجينست كونسنتريشن بس هما بوزيتيف وجوه نيجاتيف يبقى مش اجينست الكتريكال. يبقى حاجه واحده. طب نيجي بقى الميكانيزم اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. ده السيل ممبرين اهو. يبقى دي السيل وده السيل ممبرين. قلنا السيل ميمبرين فيه جلوبيولار يونت. فاكر البروتين امبارح في الانترودكشن جلوبيولار يونتس بتشتغل ككارير بروتين اللي هو قرص الجبنه الرومي ده. يبقى اللي هيعمل الصوديوم بوتاسيوم بامب في الجسم قرص الجبنه الرومي ده اللي هو كارير بروتين. هذا الكارير بروتين هيشيل البوتاسيوم اللي غلط وخرج بره لان مكانه موطنه الاصلي جوه وهيمسك الصوديوم اللي غلط غير مكانه دخل جوه لان الصوديوم موطنه الاساسي بره. موطنه الاساسي بره. هذا الكارير بروتين بيتكون من الفا سب يونت اللي هي بتمسك الايونات وبيتا سب يونت اللي هو جوه اللي هي بتشتغل كاي تي بيز تقدر تكسر الاي تي بي عشان تديني الطاقه بتاع الدوران القرص ده عشان يرجع كل واحد مكانه الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. فالكارير بروتين عنده 3 كاركترز. احفظهم صم. ثلاث مواضع جوه 3 سايتس انسايد تو كاري الصوديوم وتو سايتس موضوعين البوتاسيوم بره تو كاري البوتاسيوم. طب ثالث كاركتر انه البيتا سب يونت عندها اتيبيز اكتيفيتي تقدر تكسر اتيبيز. اتيبيز يعني انزيم يتعامل مع الاي تي بي. ليه تكسره؟ عشان نحصل على طاقه. الطاقة دي تعمل configurational change تغير شكل القرص ده وترجع البوتاسيوم مكانه جوه والصوديوم مكانه بره. يبقى هتقول خد بالك هذا الكارير بروتين اللي انا بشرحه ده اهم كارير بروتين في جسمك. ليه؟ كتير من الزملاء ما بيقولش الجملة دي. ان الصوديوم بوتاسيوم بامب لا يحدث في النيرف فقط او في النيرف الماسل فقط في كل خلايا الجسم. يعني قرص الجبنه الرومي ده موجود في كل خلايا جسمك. الصوديوم بوتاسيوم بامب ده في كل خلايا جسمك هي اللي بتحتفظ بترجع الصوديوم مكانه بره بتخلي دائما ابدا الصوديوم بره اكتر ودائما ابدا البوتاسيوم جوه اكتر مش فقط. يبقى الكلام ده مش بتاع نيرف الماسل بس ده اهم بامب في الجسم في كل خلايا الجسم فوق البيعه في النيرف النهارده. فالاول تقول عنده كام كاركتر؟ 3 binding sites for sodium inside, 2 binding sites for potassium outside, والinner part has got ATPase activity. لما الخمس أماكن يكملوا فقط لازم زي بقول عربيات الأقاليم لازم يكملي عشان الراجل يشغل الإنجن الموتور الموتور وتقوم العربية. لو في أربعة راكب بس اثنين جنبه وثلاثة ورا في الكنبة لازم يملاها الخمسة راكب عشان يمشي، أربعة لا ما يمشيش عشان يشغل الإنجن. نفس الكلام هنا دي عربية أقاليم. لازم يتملي الكنبة اللي ورا بثلاثة صوديوم والكرسي جنب السواق باثنين بوتاسيوم عشان يشغل الإنجن اللي هو الإي تي بيز. يروح مكسر مين؟ الإي تي بي. يطلع إيه؟ طاقة. تعمل إيه الطاقة دي؟ كونفجريشنال تشينج